والله علي للاسف كاين اللي ما نعرفهمش وشغل حشمت كي ما نعرفهمش. حصله هذا دوك يشوف كيفاش سي صالح هذا لعلمك ما باش ما على بالك بلي هذا انت راح تمثل معاه. هذا انت راح تمثل معاه. هذا راح نمثل معاه وين؟ قيل لنا من مصادر رسميه والناس كامل سمعت بلي انت راح تمثل مع هذا الشاب. وزير الثقافه هو اللي قال. ايه هذا اللي الاخر. شوف حنايا يعني بصراحه يعني بصراحه وزير الثقافه يعني كان اتصل بي على كل حال في الهاتف وتكلمت معاه وكان عرض عليا انه فيلم، لكن احنا حبست فيه فيلم يعني قلنا فيلم، وكانت من المفروض باش يتكلم معايا ثاني واحد المخرج يعني باش يوضح لي يعني السيناريو وكلش. انا كنت عطيت موافقه للوزير صراحه، قلت له نخدموا هذا الفيلم ان شاء الله يعني بعد ما نشوف الفيلم، يعني كانت موافقه هكذا مبدئيه. بصح من بعد على ايامات سمعت بلي راح نلعب مع هذا الجون هذا يا وقيله ريفكا يعني من بعد انا قلت شكون هذا ريفكا وكيفاه، يعني ثم لي شويه يعني تبدل رايي وانسحبت، يعني ما حبيش نشارك في هذا الفيلم يعني، و ما نقدرش يعني نلعب فيلم يعني بكل احتراماتنا لهذا ريفكا، لانه بالك هذا ريفكا موهوب في واحد الميدان ماشي ممثل يعني باش يتقمص مثلا شخصيات وكذا، يعني من المفروض الفيلم يعني نجيبوا ممثلين يعني ممثلين تاع الصح، وممكن ندخلوا يعني معنا شباب باش تكون يعني لا رولاف كما نقولوا، بصح تقسم البطوله مع ريفكا اللي نحترمه على كل حال ما انا من